أول نبرة مسربة لهاتف الفولدبل 3 من سامسونج، وآخر الأخبار المتعلقة بهواتف الفولدبل الزي فولد 3 والزي فليب 3، ومفاجأة شركة سامسونج مع هاتف الـ S22 ألترا وكاميرات الخرافية، والأسباب اللي حتخليه الهاتف الأفضل والأقوى بعام 2022، بالإضافة إلى بداية نهاية عصر البطاريات الضعيفة مع آخر التقنيات اللي حيقدمها العلماء بخصوص البطاريات، واللي حيحدث ثورة تكنولوجية بمجال تصنيع البطاريات. نشرة تقنية دسمة بالأخبار تنتظركم، فخليكم ويانا. وبداية ولكل جديد ومفيد تأكدوا من الاشتراك ويانا بالقناة بالضغط على كلمة اشتراك أو سبسكرايب بالأسفل وتفعيل جرس التنبيهات حتى تبقون بتواصل دائم مع كل جديد نقدمه بالقناة أولا بأول، ولا تنسونا من ضغط الإعجاب أو اللايك والمشاركة والتعليق، وأهلا بكم بفيديو اليوم. السلام عليكم ورحمة الله، وتحية طيبة لكم أحبابي المتابعين الكرام. إذن تم تسريب النظرة الأولى لهاتف سامسونج الفولدبل 3 الجديد أو الزي فولد 3، وهذه هي صور للهاتف وكيف حيكون شكله من الخلف. طبعا قبل أيام تكلمنا عن أنه سامسونج ما راح تخلي أقوى منظومة كاميرات على الهاتف بالفولد الجديد، يعني كاميرات الـ S21 ألترا ما راح تكون موجودة على الفولد 3، ولسبب معين فشركة سامسونج تخلت عن فكرة وضع كاميرا بيرسكوب على الفولد 3، وبدلا عن كل هذا حتخلي منظومة كاميرات تريديشنال أو تقليدية من 3 كاميرات بقدرة 12 ميجا بكسل، والهاتف حيتوفر على الأقل مع 3 ألوان واللي هي الأخضر الأسود والأبيض أو الفضي. أيضا تم تأكيد أنه حيكون أول هاتف من سامسونج يجي مع تقنية الكاميرا تحت الشاشة أو الأندر ديسبلاي كاميرا، لكن هذا حيكون مقتصر فقط على الشاشة الداخلية، يعني الشاشة الخارجية أو الكفر ديسبلاي مع الأسف ما راح تجي مع هذه التكنولوجيا، على عكس ذلك حتجي مع ثقب الشاشة اللي اعتادينا عليه. وهذا الحقيقة يعتبر محبط بعض الشيء، لأنه إذا سامسونج تملك القدرة على وضع هذه التكنولوجيا بالشاشة الداخلية فيفترض أن تخليها أيضا بالشاشة الخارجية أو الكفر ديسبلاي. على أي حال، وبخلاف زي فولد 2 اللي إجا مع دعم لل 120 هيرتز فقط للشاشة الداخلية، فالفولدبل 3 أو الزي فولد 3 حيجي مع دعم كامل لل 120 هيرتز سواء للشاشة الداخلية أو الخارجية. بخبر جديد عن هاتف الزي فليب 3 من سامسونج، فهذا الأخير حيتوفر مع تشكيلة من 8 ألوان متنوعة، وهذا طبقا لوكالة أنباء كوريا الجنوبية. حتكون هذه الألوان هي البنفسجي الفاتح أو اللايت بيربل، الأسود، الأخضر، البيجي، الرمادي، الأبيض، الأزرق الغامق والوردي الغامق أيضا. والمصدر أيضا أشار إلى أنه الزي فليب 3 حيتوفر مع ذاكرة داخلية 256 جيجا بايت، تماما مثل هاتف الزي فولد 3 واللي حتكون هي النسخة الأساسية من الهاتف. إن شاء الله نحاول نغطي جميع الأخبار المتعلقة بجهاز الزي فليب 3 والزي فولد 3 من سامسونج، فخليكم دائما ويانا. إذن وبهذه الأيام صارت الهواتف الذكية تجي مع بطاريات بحدود 5000 ملي أمبير أو ما يقاربها، وبهذه القدرة فالبطارية تبقى ويا المستخدم تقريبا طول اليوم بمجرد شحنة وحدة كاملة. لكن هذا الشيء فقط بالفترة الأولى لشراء الهواتف، وبمجرد مرور سنة وحدة على الشراء راح يفقد الباتري حوالي 20% من كفاءته. فمثلا لو كان الهاتف الخاص بيك ينطيك 8 ساعات تشغيل مستمر في بداية شرائه، فبعد سنة أو سنتين ممكن ينطيك 5 ساعات تشغيل مستمر للشاشة. وبالنسبة لبطاريات هواتف سامسونج الجديدة تم تطويرها حتى تفقد فقط 5% من كفاءتها بعد السنة الأولى. لكن إذا كنت واحد من الأشخاص اللي يحتفظون بهواتفهم لثلاث سنوات أو أكثر، فهذه حتكون مشكلة أكيد حتواجهها بالمستقبل، واللي هي قلة كفاءة البطارية. والآن المفاجأة أنه فريق من العلماء حيتمكنون من حل هذه المشكلة الكبيرة لبطاريات الهواتف، والحل والطريقة حتكون باستعمال مواد معينة بتصنيع البطارية. عموما اسم المادة اللي حتدخل بتصنيع البطاريات الجديدة هي التالي، واللي هو اسم طويل ومعقد أكثر من اللازم، وكأنه اسم مركب سحري من سلسلة أفلام هاري بوتر. You're saying it wrong. It's Leviosa, not Leviosa. لكن اللي يهمنا انه حيساعد البطارية انه تحتفظ بادائها الاصلي 5 سنوات او اكثر،
وحتى السيارات الكهربائية حالياً بلشت تستعمل هذه التكنولوجيا الجديدة للحفاظ على مستوى أداء بطارياتها. هذه التقنية إذا دخلت للهواتف الذكية حتقدم طفرة كبيرة بمجال المحافظة على أداء البطارية لسنوات متعددة. على الرغم من أنه كاميرات هاتف سامسونج الـ S21 Ultra تعتبر واحدة من أفضل الكاميرات المتوفرة على الهواتف حالياً، إلا أنه سامسونج تحاول أخذ الكاميرا إلى النكست ليفل أو المرحلة التالية أو حتى مرحلة جديدة كلياً مع هاتفهم القادم الـ S22 Ultra. وعلى الرغم من أنه حدث الكشف عن الـ S20 Ultra وأشقائه الـ Unpacked Event ما زال بعيد نسبياً، إلا أنه الأخبار والشائعات متواصلة عن هذا الهاتف المرتقب. Already عرفنا أنه سامسونج تعاونت مع شركة أولمبس المتخصصة بمجال الكاميرات والتصوير حتى تصنع سنسر شيفت خاص بالـ S22 Ultra، واللي حيساعد على تحسين الـ Optical Stabilization وكذلك التصوير بالإضاءة الخافتة الـ Low Light Performance. والآن وبمعلومة جديدة من آيس يونيفيرس صرح بيها أنه سامسونج حتحسن وإلى حد كبير موضوع الزوم على الـ S22 Ultra من خلال تضمين ما يعرف Continuous Zoom Camera. وحتى تعرفون شنو يعني هذا الشيء، خلونا نرجع إلى هاتف الـ S21 Ultra واللي يجي مع 2 Zoom Camera، واحدة منهم 3X Optical Zoom والأخرى 10X Optical Zoom، فيقدر المستخدم أخذ صور جيدة على الـ 3X أو الـ 10X. لكن أي شيء بين هذه الخيارين الـ 3X والـ 10X فالكواليتي أو الجودة للصور الملتقطة ما تكون بمثل جودة الـ 10X أو الـ 3X. والآن مع هاتف الـ S22 Ultra فسامسونج حتاخذ التصوير إلى مرحلة جديدة كلياً، بحيث تقدر تصور وتزوم بأي ليفل يعجبك بدون أن تفقد أي شيء من جودة الصور الملتقطة من الـ 1X إلى الـ 10X. وحيسوون هذا الشيء من خلال وضع عدسة زوم متغيرة Variable Zoom Lens. هذه التقنية مستعملة بكثير من الشركات العملاقة اللي تصنع الكاميرات المتخصصة بالتصوير، وماكو حاجة نتعبكم بكونسبت أو مفهوم العمل. اللي يهمنا من الموضوع أنه المستخدم حيتمكن من أن يلتقط صور باستعمال الزوم بدون أي مشاكل، وحتكون الصور جيدة جدا وأفضل من السابق بكل تأكيد. على أي حال آيس يونيفيرس أيضا أكد موضوع الكاميرا تحت الشاشة الأندر ديسبلاي كاميرا اللي حيجي بداية مع الزي فولد 3 وبعد ذلك على هاتف الـ S22 Ultra، وحتكون الشاشة انفينيتي خالية من أي ثقب بيها. وكذلك تم تأكيد أنه هاتف الـ S22 Ultra حيكون أول هاتف من سامسونج اللي يجي مع الجي بي يو الجديد بالشراكة مع الـ AMD، واللي متوقع أن يكون هذا الجي بي يو أقوى من الجي بي يو الموجود على هواتف أبل اللي تجي مع الـ A14 بايونيك تشيب. هذا الخليط الثلاثي من الكاميرات الخارقة والمعالج الجديد مع الجي بي يو من AMD بالإضافة إلى الشاشة الخالية من الثقب، كل هذا حيخلي هاتف الـ S22 Ultra هاتف مثير جدا العام القادم، واللي حينطلق بشهر جانيوري الشهر الواحد عام 2022. وخلص هذا كان كل شيء ويانا بنشرتنا التقنية لهذا اليوم. خلوني أعرف آراءكم بأخبار اليوم. لمزيد من الأخبار والمعلومات والشروحات تأكدوا من الاشتراك ويانا بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. لأي سؤال أو استفسار بإمكانكم التواصل وياي على حساباتي على الفيسبوك والإنستغرام، وتركوا تعليقاتكم بالأسفل. هذا كان كل شيء، شكرا لكم على حسن المتابعة، وإن شاء الله نلتقي وياكم بالفيديوهات القادمة. في أمان الله.